نعود ونتابع معكم استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. إذن القصف الإسرائيلي يتواصل اليوم 21 على التوالي لقطاع غزة، قصف بالمدفعية، وطبعا في إطار تصريحات أخرى الرئيس الفرنسي يقول بأن الحرب في غزة قد تطول. هذا أول تصريح من نوعه لمسؤول غربي أوروبي يتحدث عن طول أمد هذه الحرب التي بدأتها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية حماس وهجومها على بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر. القصف مستمر مع استمرار الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس بإطلاق أيضا صواريخ باتجاه إسرائيل. قبل قليل سقط صاروخ وفق مراسلنا كما تابعنا على تل أبيب، سقط على مبنى في تل أبيب مما أدى إلى إحراق المبنى، نجم عن ذلك 3 جرحى على الأقل حسب الحصيلة الأولية. إذن القصف مستمر لهذه المناطق. مراسلنا قبل قليل تحدث عن استهداف خان يونس بالتحديد بهذا القصف في ظل يعني هذا الصراع الممتد منذ 3 أسابيع بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس وأيضا إسرائيل.